بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبالله نستعين وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب التوفيق والنجاح والسداد. أحيي بكم مشاهدين الأعزاء ومستمعين الأفاضل من جديد في انطلاقاتنا المتجددة في هذا الصباح، حيث يسير شوطنا 15 والذي يحمل منافسات الحول من فئة المحليات الأصايل للإنتاج. نتمنى التوفيق والنجاح دائما لجميع المشاركين. نبدأ في هذا الشوط ونسير بعد المراكز مركز تلو مركز من خلال وجود هذه الأسماء التي تسير هنا في هذا الصباح الجميل في بث حي ومباشر عبر قناة ياس المتابعة لهذا الحدث الرياضي والسباقات التراثية. مباشرة إلى المركز الأول، إلى صدارة الشوط، العاصفة لمحمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي من يتواجد مع المركز الأول، والصدارة بينما المركز الثاني سمهرم لراشد بن محمد بن غالب المنصوري. بينما انتقل إلى المركز الثالث لأجد هناك مع شعار بن زيتون القادم في هذه اللحظات مع النهضة يقدمها بهذا المستوى الجميل حمد بن عوض بن زيتون المهيري. بينما المركز الرابع في الوصول هناك من الشاهنية حميد بن حميد بدبيلة المنصوري. بينما المركز الخامس هناك مع المركز الخامس وصلت الساعية لعبيد بالحلوس بن ديبان العامري. أما المركز السادس فسادس المراكز بيا لناصر بن مسلم بن سبت الخيلي يأتي مع المركز السادس. بينما سابع المراكز هنا شواهين لسعيد بن حمد بن حميد الدرعي، وثامن المراكز مع مرموقة لسعيد بن عبيد بن سعيد بن مرشد. بينما المركز التاسع وتاسع المراكز الحضور الجميل هناك من الشايبة لناصر بن السيل بن زفنة الحرسوسي، والمركز العاشر من الجانب الآخر الشاهنية لسالم بن خليفة بن الضبيب الشامسي. هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والمتحركة في هذا الشوط من خلال وجود هذه التحديات وهذه الانطلاقات التي تسير في أرضية هذا الميدان من خلال وجود وتحديات الأسماء المتقدمة والباحثة والطامحة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار على أرضية هذا الميدان هنا في هذا المكان الجميل هنا في عاصمة ميادين سباقات الهجن، ميدان الوثبة الذي يحتضن هذه السباقات ويحتضن هذه التحديات. وعبر قناة ياس في بث حي ومباشر من تشاهدون هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات المميزة مع الإخراج المخرج عبد الكريم شلبي الذي يراقب كل كبيرة وصغيرة وما يدور في أرضية هذا المضمار. إذن مشاهدين الأعزاء نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة وإلى مقدمة الشوط، إلى التغيير، إلى الساعية من غيرت إلى المركز الأول وانطلقت بهذا الانطلاق هنا بشعار عبيد بالحلوس بن ذيبان العامري من يتواجد على المركز الأول ويتقدم بهذا المستوى الكبير من خلال التحديات ومن خلال هذه الانطلاقات المميزة والجميلة هنا في هذا التحدي الكبير والجميل مع هذا الانطلاق. بينما سمهرم تأتي على المركز الثاني وتتقدم سمهرم بهذا الشعار وب هذا التحدي شعار راشد بن محمد بن غالب المنصوري. ينتقل إلى العاصفة لمحمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي من يتواجد على المستوى أيضا القادم في هذه اللحظات المستوى الثالث. بينما النهضة بالمركز الرابع لحمد بن عوض بن زيتون المهيري يأتي أيضا في هذه الانطلاقات المميزة والجميلة هنا في هذا التحدي الكبير. إذا نتابع معا المركز الخامس وصلت فيه الشاهنية لحميد بن حميد بن دبيلة المنصوري، وسادس المراكز بيا لناصر بن مسلم بن سبت
التلخيلي ياتي مع بيه، بينما المركز السادس وصلت شواهين لسعيد بن حمد بن حميد الدرعي، وسابعا مع انطلاقه مرموقه لسعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد، والمركز الثامن ثامن المراكز الدنوك لمبارك بن سالمين بن مبارك العامري، وتاسع المراكز الشهنيه سالم بن خليفه بن ضبيب الشامسي، والمركز العاشر الشايبه ناصر بن سهيل بن زفنه الحرسوسي. نتابع هذه الانطلاقات والتحديات المميزه هنا في هذا المسار الجميل والكبير والمميز مع هذه الانطلاقه، ولكن نعود الى المركز الاول، نعود الى الصداره، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الإبداع الأول، إلى المسار الأول، إلى تحديات هذا الانطلاق الجميل والتحدي الكبير هنا في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي. أعود إلى المركز الأول هناك مع الساعية، الساعية الساعية تسعى إلى المركز الأول وتندفع إلى الصدارة، تندفع إلى مقدمة هذا الشوط من خلال هذا الحضور الكبير هنا بشعار عبيد بالحلوس بن ذيبان العامري، بينما ثانيا سمهرم القادمة لراشد بن محمد بن غالب المنصوري، بينما هنا الحضور، هنا التحدي، وهنا الانطلاق في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الجميل. هنا على المركز الثالث في هذه اللحظات وصلت شواهين لسعيد بن حمد بن حميد الدرعي، بينما المركز الرابع رابع المراكز هنا العاصفة محمد بن راشد بن حضير من الكتبي، وخامسا النهضة حمد بن عوض بن زيتون المهيري، وسادس المراكز الشاهنية لحميد بن حميد بدبيلة المنصوريات من خلال هذه الاندفاع، كذلك مرموقة لسعيد بن عبيد بن مروشد قادما في هذه اللحظات، ولكن وين الساعية؟ الساعية 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 راحت هنا مع المركز الأول وانطلقت إلى صدارة الشوط وبدأت تندفع اندفاعا كلي عن بقية المشاركين، عون ولون وأداء كبير ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا العرض الجميل وعلى هذا الأداء المميز، أداء كبير، أداء مميز حتى هذه اللحظات، ولكن سمهرم بن غالب بن غالب وصل في هذه اللحظات مع هنا سمهرم لراشد بن محمد بن غالب المنصوري، يقدم لنا سمهرم ويتحرك على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت هناك الشاهنية سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي، ورابع المراكز هناك مع النهضة حمد بن عوض بن زيتون المهيري. يوسلوم يا سلام، ولعت المنافسة ولعت والصراع نحو الفوز ونحو الانتصار هنا مع المركز الأول من اللي وصل، كذلك العاصفة محمد بن راشد بن حضير من الكتبي، ولكن خلاص الساعي على المقدمة والعصا في الأبطان، العصا في الأبطان بدون أي توامر هنا تسير، بدأت الأوامر وانطلقت هنا، انطلقت الساعية لعبيد بالحلوس بن ذيبان العامري، وسمهرم قادمة، والشاهنية من الجانب الآخر لسالم بخليفة بضبيب الشامسي، واشرقت شمس الشامسي هنا في اللحظات الأخيرة، والمنصوري يحاول، ولكن تهانينا والناموس لمالك الشاهنية سالم بخليفة بضبيب الشامسي على هذا الفوز. المركز الثاني سمهرم بشعار راشد بن محمد وغالب المنصوري، المركز الثالث الساعية لعبيد بن حلوس بن ديبان العامري، المركز الرابع وصلت فيها هنا النهضة لحمد بن عوض بن زيتون المهيري، والمركز الخامس هنا العاصفة محمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي. إذا نعود بالتوقيت الزمني 9:33 وثمانية أجزاء من الثانية، تهانينا لمالك الشاهنية هناك سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي، المركز الثاني سمهرم 9:34 أربعة أجزاء من الثانية، تهانينا لمالك سمهرم لراشد بن محمد بن غالب المنصوري، المركز الثالث ساعية توقيت الزمن 9:35 وجزئين من الثانية كانت بالأداء الجميل هي الساعية لعبيد بن الحلوس بن ذيبان العامري، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.